مساكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حلقات برنامجنا الأسبوعي نبض الاتحاد. وبسعدنا لهذا الأسبوع استضافة الأستاذ عمر عامر. بداية أستاذ عمر، أهلا وسهلا فيك. يا مرحبا، الله يسلمك، الله يحييك إن شاء الله. يا مرحبا أستاذ عمر. في البداية خلينا نتعرف بشخصك الكريم أكثر بعيدا عن الألقاب. عمر عامر مين هو؟ خريج كلية تربية رياضية، وأعمل معلم تربية رياضية من 21 سنة الآن. ما شاء الله. وشو الرابط العجيب ما بين والله هو موضوع النظافة يعتبر هوس عند البعض، فأنا أحبه من زمان، من صغري أحب. حتى أنا أرتب غرفتي لوحدي، أسوي أموري كلها لوحدي، يعني ما كنت اعتمد لا على اهل البيت ولا احب لي صيغه خاصه في هذا الشيء. حتى يعني مثلا بالنسبه للملابس ترتيبها وهذا، كنت انا اعتمد فيه على نفسي، لان لي نظام معين في هذا الموضوع. بدا يكبر معي شيء فشيء. طبعا تخرجت من الجامعه وتوظفت، ولكن ما زلت افكر في موضوع النظافه. فتحت اول شركه. اللي كانت موجودة في العين. كانت في العين، أنا بديت في العين. بنفس الإشي بالسمارت سوليوشن. لا، كان اسمها قبل البريق الساطئ. بس بنفس ال. كانت في الهاوس كيبينج، يعني في التدبير المنزلي والتنظيف العادي. كنا نأخذ بعض المرافق والأمور هذه، نقدم لهم خدمات تنظيف وهذا، ولكن غير متخصصة، يعني يعتبر تنظيف عادي. عادي. إيه، تنظيف المكاتب وتنظيف. الأسطح والأشياء هذه. طبعاً هذا المجال انتشر كثير في الفترة هذه، انتشر كثير، فكل شركة بدت يعني تفتح، وصار في منافسة. ولكن نبغى نطلع من جو هذه المنافسة، حبيت أني أنا أبدأ أطور من القدرات، فدخلنا على التقنيات التنظيفات، يعني التنظيف من أجل البيئة ومن أجل الصحة. فأول ما نظرنا عليه الهواء، يعني معظم الناس أنت تقعد في الأماكن المغلقة 70% من وقتها، صحيح، وتتنفس من هذه المكيفات. هذه المكيفات داخلها مستعمرات من البكتيريا، صحيح. وحتى لو تلاحظيها خارج فتحة المكيف تشوفي نوع من الوبر أو الشغلات هذه. طبعا هذه خارجية، فأنا قلت فما بال الموضوع من الداخل كيف بيكون. فرجعت أبحث في الإنترنت كيف أنظف مجاري التكييف، فحصلت بعض الأجهزة الخاصة عبارة عن روبوتات تدخل داخل بالكاميرات، وفي بعض الأجهزة يعني مثل عمليات المنظار. أعجبني هالشيء، فأدور من يدرسني أو أشتري هذه المعدة من وين. فأول شخص حصلته كان في كندا، فتواصلت. ما كان موجود أو في هذا؟ لا، ما كان موجود هنا. فتواصلت معه بالإيميل، فقال إنه هو يصنع أجهزة وفي نفس الوقت يعطي تدريب. سافرت إلى كندا. يعني وصل فيك الهوس إنه أنت تروح لمناطق تانية ولا بعيدة لحتى بس؟ أعجبتني الفكرة، يعني شفتها غريبة وممكن يكون في لها سوق كبير في البلد. فقلت تواصلت معه، رواني بعض الفيديوهات والأشياء هذه، أعجبتني الطريقة. يعني أنا أحب كل شيء صعب. إنزين. ما كنت تخاف من الخطوات اللي بتاخذها؟ لا، ما فكرت في هذا الشيء نهائيا. تواصلت مع احد الاصدقاء الدراسه القديم عايش في كندا، قلت له انا بجي، فاريدك تساعدني بس في امور اللوجستيه، مثل الـ 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 يعني الطرق والشغلات هذه، لانه لسه اول مره يمكن اسافر. صحيح. للدراسه بالعاده انا اسافر سياحه وهذا، ونحن نعرف ولكن بالدراسه كان الموضوع شوي ايه. وبعدين هم يتحدثون اللغه الفرنسيه في منطقه مونتريال، انا ما اتحدث الفرنسيه. يمكن صحيح. ايوه اتحدث، ايوه. فانا كنت احتاج مترجم يترجم لي اما من الفرنسي للانجليزي او من الفرنسي للعربي. فهذا صاحبي دكتور مهندس ميكانيكي هو في كندا، قلت له انا بجي وبقعد تقريبا 10 ايام، فعندي عده محطات اريد اروحها. سافرت أول مرة ورحت عنده، وروحنا للمصنعين. طبعا بدأوا يشرحوا لنا عن الأجهزة وعن هذه كيف، يعني طبعا هاي الأجهزة تختلف عن أجهزة التنظيف العادية، لأن المكان وصوله صعب. طبعا أخذت نوعين من الأجهزة، نوع
اللي يسموه الويب سيستم او نفس نظام الصوت او الكورباك، اثاره في الدكت يكون عن طريق انت التنظيف، يعني ناخذ هواء سلبي وهواء ايجابي على اساس ان ايوه نثير الغبره اللي داخل وهذه تبدا تسحب الغبره. ايوه الذبذبات الصوتيه. لا 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 لا، هو عباره عن نفس نظريه الكرباج، شفتي الكرباج؟ فندخل هذا نفس عمليات المنظار، ندخل ابره داخل الدكت، نسوي لها فتحه صغيره وندخلها في مجرى التكييف، فهي تبدا تضرب في مجرى التكييف فتثير الغبره. الغبره لما تنثار في الهواء تصير وزنها خفيف، فعندنا جهاز للشفط يسهل سحبها. طبعا انت يوم تسحبي هذا الجهاز يدخل يمر على ثلاث مراحل للفلترة يسموها الهيبا فلتر، هذه يعني ما يطلع ما يعدي هذا الهيبا فلتر غير الفيروس البكتيريا والغبرة مهما كانت صغيرة تبدأ تعلق فيها، فهذه طبعا تعتبر منقية للهواء لأن أكثر نتنفس من 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 من, من هذا من هذا المجرى. ف وفي نظريات ثانية كانت نظرية الرجل الآلي أو الروبوت كنا نستخدمها طبعا في الدكتات الكبيره انت ما اشوف ما صحيح. ايوه فلازم ادخل هذا الروبوت او هذه الكاميرات اشوف شو داخل، واحيانا هذه المجاري لها تفرعات، فطبعا هذه الاجهزه تدخل لغايه تقريبا 35 متر، واذا احتجنا اذا كان اكبر من هذا الحجم فنحتاج ان احنا نفتح له اكسس وندخله مكان ثاني عشان نبدا نسوي عمليات تفتيش او التنظيف. هاي اول جهازين تعرفت عليهم في هالمجال؟ هذا اول جهازين انا اخذت هالاجهزه واخذتهم وبلشت العمل فيهم بدوله الامارات. تدربت هناك مده 3 ايام عند على واحد من الاجهزه وعلى التنظيف، ومده 3 ايام اخرى في المدينه الثانيه. سمعت عن مؤتمر كان بيكون في فيلادلفيا في السنة اللي بعدها، فسافرت حضرت المؤتمر هذا في الولايات المتحدة. بعد ما حضرت المؤتمر سمعت عن معهد ثاني متخصص بعمليات تنظيف ويعطي عنده معايير وغير التنظيفات العادية، عنده تنظيفات الكوارث. فرجعت أفكر في أطور الموضوع. تواصلت معهم طبعا هذيك الأيام حتى اللغة كانت فيها شوية صعوبة عندي، فتواصلت معهم. كانت أقرب مدرسة لي هو المقر كان في فيغاس، ولكن عندهم بعض المدارس معتمدة، فقالوا لي في عندك مدرسة يا أما في أستراليا تدرس أو في بريطانيا. قلت لهم بريطانيا أقرب، فأعطوني اسم المحاضر فتواصلت معه فرحت رحت لبريطانيا. طبعا اول مره اسافر بريطانيا، وحتى كندا كانت اول مره اسافر بريطانيا، فحجزت من فندق قريب من المدرسه. رحت هناك عندهم درست عن ترميم الحرائق والدخان. طبعا هم يشرحوا لنا بشكل كامل كيف الحريق اسبابه، بعدين الدخان شو انواعه سلوكه وشو اللي ياثر في هذا السلوك، مثلا الرطوبه لهذا شو الاضرار اللي صارت الان. ايوه الحين حريق الدخان لدخان الاوراق والخشب يختلف عن البلاستيك وعن هذا الشيء، فكل واحد له خصائص وله سلوك، وكل واحد له يعني قدره على الاختراق الهياكل اكثر من الاخر. صحيح. وانتاجه مثلا الحين يحترق الخشب يبدا ينتج قبل الدخان، الخشب اخف فيتحصل اسرع وزنه اقل، دخان البلاستيك يكون تحصلي دائما يصير مثل الطبقات، يعني الدخان لما تجي ايوه تحصليها طبقه اول شيء ممكن تكون خشب، بعدين تكون طبقه دخان بلاستيك، ممكن تكون طبقه دخان مواد بتروليه او زيوت او شغلات زي كذا، فتكون فيها مواد مصنعه. ايوه فتكون حتى الطبيعيه فتكون لها طبقات على الاسطح. الان عشان انت تشيلي هذه الطبقه ممكن بهذه الماده انت تشيلي هذه الطبقه ولكن ما تشيل الاخرى، فاضطري نحن نتغير. ايوه نحن نعرف الخصائص مال الدخان، مثلا من نسال الشخص اللي صار عند الحادث شو اللي احترق، او من خلال زيارتنا للمكان نشوف مثلا احترق قماش، احترقت ستاره، احترق مثلا ايوه طبخ. حتى الان حتى مثلا عندك حرائق المطابخ او حرائق الاكل يسموها حرائق البروتين، ما فيها دخان بس فيها روائح لاذعة،
في الأغلب التأمين ما يغطيها. يقول التأمين أنا ما أشوف دخان عشان أنا أغطي لك كل هذا، ممكن هاي الروائح جاتك من أي مكان. فعشان نحن نعالجها بعد هذه لها مواد أخرى، كل شيء له مواد معينة. فأنا أول دراسة درستها كانت الحرائق والدخان، وطبعا كان يعطونا امتحان تقريبا كان 140 سؤال عندنا في 120 دقيقة، ومدة الدورة يومين، ولكن ناخذ الكتب من قبلها يرسلون لنا PDF نقعد نذاكرها مدة شهر أو شهرين، يعني حسب دسامة الكتاب. بعد هذه أخذت دورة يسموها السيطرة على الروائح أو الأودر كنترول. ممكن الروائح ما تكون من الدخان، ممكن تكون من تعفن أو من 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 رطوبة أو من جسم ميت أو من مثلا ثلاجة. يعني اليوم أنت عم تحكي إنه أنا قادر أميز كل أنواع الروائح الناتجة. يعرف يعني نحن ممكن نقيس، يعني أنا عندي جهاز لقياس مش الروائح، أقيس مثلا إذا حسيت إن هاي الريحة من بكتيريا أو من تعفن، فنحن نقيس نوعية الهواء الداخلي. نأخذ عينة من الهواء ونحللها ونشوف هل هي فيها تعفن، فيها بكتيريا، فيها هذا، فنعرف السبب. طبعا بعد هذه إدارة الروائح أو إزالة الروائح دخلت في شغلة يسموها الواتر دامج أو أضرار المياه. سافرت مرة ثانية لندن. أنا في الأساس كنت أريد أروح على أساس الواتر تانك كلينينج، فكنت أظن أن موضوع الواتر دامج هو الواتر تانك. فيوم رحت هناك اتضح أن هذا شيء ثاني، يعني الواتر دامج عندهم معناته فيضان أو أمطار زادت أو رطوبة دخلت للبيوت وصار عنده تعفن. طبعا شيء جديد جدا أول مرة أنا أسمع فيه. فرحت طلع في عندهم لها تقنيات، يعني مثلا الآن في بلادهم طبعا الجو بارد وعندهم رطوبة عالية، كذلك منازلهم أكثرها من الخشب، فيصير عندهم تعفن بسبب هذا الشيء. كيف نحن نقدر نعالج؟ كيف نحن نسحب الرطوبة ونجفف المكان والرطوبة مثلا برا 90 انزين وعندي داخل 95، فكيف أنا أخذ أوردي بيكون برا الجو رطب، كيف بستخدم رطوبة عشان أجفف فيها؟ فأنا ببلل زيادة. فشفت عندهم أجهزة يسموها مزيلات الرطوبة أو الديهوميديفاير، هذه تمتص الرطوبة وتعطي هواء جاف. تستخدم لكافة أنواع البيوت. هذه يعني هاي تستخدم في درجة حرارة معينة. مثلا في تستخدم من درجة حرارة تقريبا 1 إلى 30 نوع معين، وفي واحد يستخدم لين سالب 10، هذا يسموها الديسيكنت. شفتي الجل اللي نحن لما نشتري محافظ أو شنط جديدة في كيس صغير داخل حبوب، نحن نستخدم هذه على أساس نسحب الرطوبة. هذه تستخدم في حال كانت درجة الحرارة أقل من الصفر، نستخدم هذه اللي يسموها السيليكا جل عشان نستخدمها داخل الجهاز ونعطي هواء جاف يكون درجة الجفاف فيه صفر، الرطوبة صفر تكون موجودة فيه، على أساس حتى احنا نستخدمها أحيانا نجفف الخرسانة. فطبعا اتجهت لهذا الموضوع. بعد هذا اخذنا يعني خلينا نحكي اخذت دورات عن يعني عن التنظيف بكل اتجهنا الى فرع يسموه ريستوريشن او الترميم. الترميم الان يختلف، هو فرع من التنظيف ولكن متخصص. دخلت في الكوارث سواء كانت فيضان، حرائق ودخان، او عندك متلوث جرثومي، تنظيفات الدكتات، خدت عن تنظيف المطابخ، طبعا مطابخ تجارية. وجيت وطبقت هذا الشيء كله في جيت أنا كل ما أروح أرد مثلا أشتري لي أجهزة ولا باكج أرجع فيه مرة ثانية وأطبقه. لا يعني أنا يعني سؤال إنه دائما مثلا يمكن ما لقيت إنه السوق اللي برا أفضل من هذا المكان إنه لا لا بالعكس، ولا لقيت إنه الإمارات هي ممكن بالعكس لا الإمارات أكثر، لأن إحنا عندنا أول شيء كتطور العمراني أكثر من عندهم. يعني بصفة يعني عام أيوة مكان إنه تبلش فيه مشروعك هي الإمارات وبعد والصعوبة بعد فيه أكثر منها. يعني ممكن هناك بيوتهم في أوروبا وفي الولايات المتحدة بيوت صغيرة، نتكلم عن هذا، نحن لا بيوتنا متشعبة الحمد لله بلد عمرانة. وفي تعقيد يعني في من المجال الهندسي المباني معقدة أكثر من مبانيهم جدا سهلة،
فكانت يعني مجال العمل في الإمارات أكثر. أكيد. وكيف قدرت توصل للناس؟ كيف قدرت تكسب ثقة الناس اليوم؟ والله بدينا طبعاً عن طريق شركات التأمين في البداية. عن طريق شركات التأمين اللي طبعاً هي شركات التأمين في الأغلب تغطي هذا الشيء إذا كان الشخص مؤمن. صحيح. إذا الشخص إذا مش مؤمن هم بعضهم يبحثوا مثلاً تنظيف حرائق أو فاير ريستوريشن ويدور يحصلوا أرقامنا موجودة كان عن طريق الإنترنت. وكنا نحن نسوي يعني دعايات للأمور هذه يعني نروح لشركات التأمين للفنادق وهذا طبعا بعد اليوم الخدمات اللي بتقدموها شاملة كل الأمور اللي درستها ولا في أشياء معينة أعتقد شاملة يعني مثلا أنا متخصص في تقريبا 57 اختصاص يعني أنا درستهم 57 يعني من غير يعني التنظيف في الأمور الاختصاصية والتنظيف العادي مثلا عند السجاد الآن لما أنا بجي أنظف السجاد طبعا السجاد انواع في صناعي وفي طبيعي وفي ملون في ساده وفي اللي يكون هذا من الولت ولا من الجدار هذا نسميه احنا الموكيت انزين وفي قطع الرق او السجاد يختلف وكل نوع تختلف صناعته وتختلف المواد اللي يصنع منه مثلا الحين الصوف يختلف عن النايلون انزين فانت كيف تتعاملي مع الصوف مش اي مواد بستخدمها وانظف فيها مثلا الصوف يحتاج درجه حموضه معينه يعني رينج معين ايوه وناخذ نفحص الخيط نعرف اول شيء نوع القماش من الخيط ناخذ خصله طبعا نسوي لها فحص بالنار نشوفها لون الدخان البقايا من هذا كيف انكمشت وطبعا كل نوع من القماش له خصائص طبعا عندنا نحن مراجع مثلا دخلنا في الحرير نشوف في مراجع ايوه له مواد معينه باختصاص جدا دقيق أيوة. حتى تنظري الى الكونستراكشن الى الـ 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 بناء السجاده نفسها في انواع للبناء في انواع تكون ملتويه كذا يسموها اللوب في انواع تكون كت بايل يعني الخيط عمق الخيط نوعه هل هو مدعوم ولا لا ايوه إذا كان مدعوم مثلاً إذا ما كان مدعوم أو مواد طبيعية وحطينا عليه ماي تنكمش فلا بد نحن نشوف خيوط الدعم هل هي مزودة بخيوط صناعية أساس تسوي عمليات الثبات ولا لا أحياناً إذا ما عرفنا لازم نسوي اختبار في قطعة ناخذ مسافة مثلاً 4 سنتي في 4 سنتي نحط مثل الحدود ونرش ماي بعدين نقيس الحدود مرة ثانية هل صار فيه انكماش ولا لا إذا صار فيه انكماش خلاص أنا ما ينفع أني أشتغل مع هذه السجادة بالماء لازم أشتغل معاها بمواد بترولية نفس ما ناس تحط زيوت مثلا زيوت في تنظف هاي نستخدم نفسها المواد للحرير الحرير ما يتحمل الماء أستاذ عمر حتكتفي بهذا الحد اللي وصلت له ولا في شيء لا في هم شوف كل ما العالم متطور يكون يعني تكون في مشاكل لازم حلها عقد لابد أنها تنحل فنحن معاهم مثلا صار في دوره جديده يعني هم طبعا المعاهد انا طبعا درست في 13 معهد مش معهد واحد درست في 13 معهد على مستوى العالم كامل فكل ما صار في شيء جديد طبعا يبداوا هم يرسلوا لنا مثلا هاي الدوره الجديده مثلا دوره تنظيف مسرح الجريمه والصدمه هذه يعني العام الماضي تقريبا بدات صار لها معيار طبعا صار فيها دورات فأرسلوا لنا إيميلات نحن التحقنا بالدورة هذه كانت في أتلانتا وسافرت والحمد لله تجاوزنا الامتحان وحصلت الرخصة في تنظيف يعني مش لازم تكون جريمة حتى ممكن تعتبر الصدمة مثلا حوادث اللي تصير في المصانع أو مثلا انطفاء الكهرباء في المحلات التجارية ومحلات المواد الغذائية فيصير في تعفن في هذا فهذه ايوه هذه لها طرق معينه في ازاله الاوساخ والروائح هذا فطبعا كل هذا اخذناه Thank you.
تخيل حالك لو انت اليوم مش موجود في الامارات او ما كانت هالبلد بلدك، هل كنت تتوقع حالك توصل لهالمرحله اللي انت وصلت لها اليوم؟ والله حب البلد يجعل الطموح مضاعف. صحيح. فاهم علي؟ يعني احنا ابناء البلد، عشنا في هذه البلد من ايام بدايه الاتحاد. ربانا الشيخ زايد على الكفاح او على حب المنافسه، لما صرنا من اكثر دول العالم منافسه في كل في مجاله. في مجال العمراني ما شاء الله البلد عامره من احسن بلدان اليوم. اليوم الامارات فقط بعمر القصير يعني تعدد دول وتخطى دول عالميه كبيره. صحيح. وما حد يعرف هالشيء الا اللي يسافر ويشوف. صحيح. غير السفر، يعني السفر لطلب العلم فعلا، يعني شوف كيف البلد تطورت في خلال يعني 45 سنة. هذه قفزة نسميها قفزة ضوئية. صحيح. ما كانت صحراء، يعني نحن عاشرنا البلد من قبلها من البداية. سبحان الله. وشفناها كيف تنمو بهذا السرعة، يعني سبقتنا في العمر من كثر ما هي. فحب البلد أعطانا يعني دافع. طبعا. الدعم، دعم المسؤولين والشيوخ يعني يعطي الواحد معنويه. أكيد أكيد. يعطيهم معنويه لانه يعني ينتج. ونحب دائما نكون متميزين، يعني مش على المستوى المحلي، لا المستوى الاقليمي والقاري كذلك والعالمي. نحب التميز. وطبعا يعني واحد يحس بالفخر لما انا طبعا لما اكون لابس ملابس الشغل وعلم الامارات هنا، احضر مؤتمرات من كل دول العالم، الناس لما تشوف كميه الشعارات اللي انا لابسها من الدورات ويشوفوني انا من الامارات، طبعا كلهم يفتخروا، كلهم حتى يتمنوا والله، يقولوا يعني نتمنى نجي بلدكم، نسمع عنها السمعه الطيبه. اليوم العالم كله بيتمنى لو يزور الامارات. بنحكي احنا عن قاده وحكام وقفوا ورا هالبلد لوصلوها لهالمكان هذا. سبحان الله. بنحب دائما نتوجه لهم برساله شكر عبر شاشتنا الصغيره. والله نحن نشكرهم دائما في حلنا وترحالنا، وندعو لهم بالتوفيق، والله يسدد خطاهم ان شاء الله، ويحفظهم ويحفظ البلد وامنها وامانها ان شاء الله، وتستمر وتزدهر ان شاء الله لا اكثر واكثر ان شاء الله. الله يطول باعمارهم ويحفظهم لهالبلد ان شاء الله. ان شاء الله باذن يعني الله تعالى. حقيقة الحديث ليمن معك استاذ عمر. الله يسلمك. ان شاء الله حلقتنا لليوم برساله شكر. اليوم رساله بخاصه، يعني حابب اليوم تشكر حدا بحياتك، حابب اليوم تقول لحدا شكرا على الدعم اللي عملته او على شيء قدمه بحياتك، لمين بتحكيها لو كان؟ والله بشكر ناس كثير. يعني اول نشكر قادتنا اللي يعني بفضل الله سبحانه وتعالى أعانونا وخلونا نوصل لهذه المرحلة. كذلك أشكر بشكل خاص زوجتي اللي كان وقفت معاي في البداية في أيام ما كنت متعثر في اللغة، وكانت تساعدني في كيف كنت أحتاج أترجم. طبعا تحملت 13 ساعة دراسة يوميا، كنت أقعد أبحث في الإنترنت والأمورها، طبعا تحملت هذا كله، فلها فضل كثير علي، لها فضل كثير فأني أنا وصلت لهذا النجاح، وما زالت معي حتى كانت حتى في بعض الأحيان تروح معي تحضر دورات، يعني تحضر دورات معي في السفر والهذا. كذلك أشكر دكتور خالد رمضان يعني اللي أعطاني حافز معنوي. يوم سافرت في البداية معاه كانت أول مرة يعني أسافر أو أتغرب من أجل الدراسة، وطبعا هو كان لي مساعد وساعدني كيف اعرف البلد الغريبه، كيف اتعامل مع الناس. هو اوريدي اصلا دكتور، يعني دكتور في الهندسه الميكانيكيه، ف يعني اعطاني الطريق الصحيح. ايوه. وهذا اخ عزيز يعني من سنين ما شفته، ولكن ما اقدر انسى فضله ابدا، ما اقدر انسى فضله. احنا اكيد بنتشكرك على هاللقاء الطيب وعلى هالكلام الرائع. برجع اتمنى لك ان شاء الله مزيد من التوفيق والنجاح. ان شاء الله باذن الله تعالى. باذن الله تعالى. شكرا لك. الله يسلمك ان شاء الله. شكرا. الله يحفظكم ان شاء الله. كل الشكر للاستاذ عمر عامر، وانا استودعكم الله على امل اللقاء بكم مجددا.